ادي السمسم موجود والبودر كمان، وعندي 2 دقيق. نازل اللي عايز حاجه؟ ايه الحاجات اللي انت مطلعاها دي؟ بحضر حاجات الكحك والبسكوت، ولقيت عندي حاجات ناقصه. خد الورقه دي هات لي الحاجات اللي فيها وانت جاي. كحك وبسكوت ايه يا لولو دلوقتي؟ ايه الطلبات دي كلها؟ لسه بدري على العيد يا نور، هنقلي البيت من دلوقتي؟ انت كل سنه تقول لي نفس البق ده، وبرضه بنعمل الكحك والبسكوت. بس اعمل حسابك بقى، اليومين اللي هنعجن فيهم الكحك هنسلك فيهم على الفطار. اللي بناخده من الكحك والبسكوت، ما اعرفش ناكل اكل حلو، عايز حاجه ثانيه؟ اللي بيه البيت كله دي اسامه، والله ما انا جايب حاجه، بس انا هتصرف. لولو. ايوه يا محمد، اوعى تكون نسيت حاجه، اصل انا عارفاك. انا جبت لك شيء فاخر من الاخر. يا على خفه الدم والعسل بتاعتك، فين الدقيق والسمنه والحاجات بتاعت البتيفور والكحك؟ انا جبت لك اللي احسن من ده كله، انا جبت لك الكعك والبسكوت والبتيفور بنفسه. لا يا حبيبي، بس هتلاقي اكيد اتضحك عليك. اتضحك عليا؟ ده انا جايبه من اشهر براند، من اتوال. اتوال؟ بس هتلاقيه غالي برضه، كنا عملنا في البيت ارخص. انت كنت طالبه مني يا لولو قلبين زبده ب 700 جنيه، انا جبت العلبه 2 كيلو ب 480 جنيه. والله احسن حاجه ان انا مش هقلب البيت ولا المطبخ. طب ما تدوقني كده يا محمد. عندك يا لولو، تحبي تاكلي بقى الكحك ولا البسكوت ولا البوتيفور؟ هدوق انا البوتيفور. انا اكتر حاجه بحبها الكحك ابو سكر ده. كل اللي انت عايزاه سيبيني بس ركز. الله ده جامد قوي. ودايب. ايوه بقى. بسم الله. الله يا بابا، العلبة فيها كوكيز بالشوكولاتة. عامل حسابي يا مكة، العلبة دي ميكس فيها جميع الأنواع. الله، شوية كحك خطير بالسمنة البلدي. لا ده وإيه، زي زمان وأحسن. اعمل حسابك يا لولو، احنا هندوق من كل نوع واحدة وهنعينهم عشان العيد. أكيد طبعا هنعينهم للعيد. بس أنت عارف الحاجات دي عايزة إيه يا محمد؟ عايزة كوباية شاي بلبن. أنا هقوم أعمل. عندك حق يا لولو، وانا هظبط القعده على السفره قبل ما تعملي. مفاجاه يا مكه، انت واختك علبه كوكيز كامله. الله، انا بحب قوي الكوكيز. اوعى حد يكون كل من غير. ايه ده، انت جبت انواع تانية كمان؟ ما هو العيد يعني كحك، فعشان كده جبت علبه مشكله. لا ناصح انت طول عمرك، ما دام في شاي بلبن بقى يبقى البسكوت، ونغطي كده. ايه الكحك العظمة ده؟ ده يملى العين صحيح. ده ايه ده؟ ده بمكسرات بعين الجمل. الله، ده ايه يا محمد الكحكة اللي في ايدك دي؟ مكسرات من فوق ومن جوه كمان محشية دي ولا ايه؟ الله، ده فيها ريحة القرفة. حلوة قوي، ده عظمة بجد. عشان تعرفي دماغي، احلى حاجة في العلب دي يا لولو انها شيك، ينفع تقدمها للضيوف. ممكن بقى اجرب البسكوت بالشوكولاته ده؟ يعني انت قصدك ايه؟ يعني ان الكحك بتاعي وحش ولا ايه؟ الله الغريبه، وانت الكحك بتاعك عسل يا ماما، بس الكوكيز ده احلى. يلا عليك يا مك. عيب عليك يا بابا. والله يا لولو حاجتك كلها حلوه، بس المشكله انت بتقلبي لنا البيت لحد العيد، والحق الصاج اتحرق في الفرن. حلو الكحك ده، يعني حاجات غريبه انا ما بعملهاش. يعني هو انا غلطانه يعني يا محمد ان انا بريحك واوفر عليك فلوسك؟ بالمعبن. الله، المفروض انا افرق الشوكولاته ده. بسكوت بالبرتقال وبسكوت بجوز الهند. محمد قال كل واحدة بس. أدوق بجوز الهند الأول. يا خرابي على الريحة، إيه العسل ده؟ الله، إحنا أول يوم العيد يا محمد نفطر شاي بلبن وبسكوت، ومع رنجتين كده هنشبع وخلاص. وأنا بقى لولو جايب لكم كمية هتكفينا 3 أيام بتوع العيد.
نجيب العجوه. احنا نعين بقى الباقي يا محمد للعيد. انا بقول برضو كفايه لولو. لولو الكحك والبسكوت راح فين؟ هيروح فين يعني يا محمد؟ ده احنا كنا بندوب. الكحك راح فين؟ لقيت علبة كحك. الكحك ده بقى لولو دوقيني.